مرحبا لكم شوبير دي زاد كالعاده معكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم جينا نتكلموا على المدرب تاعهم مدرب اللي احنا ما نعترفوش به كمدرب. خاطش عليه هذا المدرب اللي كان في الماضي في العام اللي فات كان ينتقد اي مدرب بيجي يخدم هنا في الجزائر. كان يقول بلي لازم المدرب يعيش مع في البطوله الجزائريه، المدرب لازم يعيش مع الصحافه، المدرب لازم الساعه شو كيما يديروا مشي عجبته حاجه مشي عجبته. حنا الحمد لله يا ربي جابه جره حطه في الفريق الوطني، راه مدرب. حنايا راه مدرب داروه مدرب، هذا داروه مدرب، هذا ما مشي هو مدرب، داروه مدرب. والغباء تاع الصحافه اللي داروا له حمله كبيره ومن بعد فاقوا. حنايا هذا المدرب اللي شغل بغينا نجيبو عليه غنية تاع دير براح على ماجر وين راح، ديروا براح على ماجر وين راح. هذا المدرب ما عنده اجتماعات مع المدربين تاع البطوله الوطنيه كيما كان هو يهدر، كيما نهار اللي كان يهدر في غوركيف وكان يهدر في حاليلو، وين راهم اجتماعات مع المدربين باش يعطوك نظره على اللاعبين اللي تعيط لهم. سبحان الله، باش يعطوك نظره على اللاعبين اللي تعيط لهم. انت لاعب تخدم معاه 3 ايام كي تعرفه، بصح كي تكون عندك اتصالات وتكون تعطي دير مؤتمرات مع المدربين، تمد المدربين، تدي من عند المدربين. حنا على بالنا بلي انت ما تمد والو، على بالنا بلي ما عندك والو، على بالنا بلي نعطيها لكم ضروك ونقولها لكم. سعدان هو اللي دار هذا الفريق، هو اللي عيط قال له شوف غادي نتكلموا عليها هذه، راه جاي وقتها اليوم ان شاء الله، غدوا ان شاء الله تسمعوا شكون اللي دار الفريق هذا تاع المحليين، اللي كيف عيطوا للكبار، كيف عيطوا للكبار. بصح غادي نعطيكم انا عليه، عيطوا للكبار لعابه عندهم سن كبير. من بعد هذا اليوم شي الموضوع تاعنا، حنا الموضوع تاعنا على هذا المدرب اللي كان يتكلم وكان كان يدير لنا هاك باب تاع عقله، كان يدير لنا هاك، كان يعرض تحسب بلي يقضب الالمان يجي معاه دو كوب دي موند، تحسب بلي كان يقضب الالمان يجي معاه دو كوب دي موند. حنا هذا الانسان بغينا هذه الصحافه سبحان الله في الجرائد في التلفزه يهضروا يتكلموا. هذا المدرب وين راه؟ هذا المدرب عنده تربص تاع 3 ايام يعطيها يروح. حنا ماناش عارفين لا مدرب تاع فريق وطني ولا منسق ما بين السفارات. حنا ميش انايا من رواندا ماجر ما شتوش داخل السفاره تاع النمسا. يعني هذا مدرب تاع يخدم في ليستاد ولا مدرب تاع منسق ما بين السفارات؟ يعني نورمالمون كون عندك اجتماعات مع المدربين كيما كنت تقول، كيما كنت تقيس في السم تاعك. حنا اليوم رانا نقيسو لك في السم تاعك، رانا نردو لك في السم تاعك. انت نورمالمون يكون عندك اجتماعات مؤتمرات مع المدربين يعطوك فكره على اللعابه اللي راك تعيط لهم، يعطوك فكره عليهم. سبحان الله، يعطيك فكره على اللعاب لك تعيط له. انت تدربه 3 ايام تلقاه يروح، راه عايش معاك هذا من الصباح حتى اللي تدربه خطره في النهار عام كامل ما تعرفهش. تكذبش علينا وما نكذبوش على روحنا وما تكذبش على روحك. ما تعرفوش باش تقول لي انا نعرف لعاب في 3 ايام اللي يقلق، ما تعرفش البليسي. خاطش على المدرب تاعو كي تكون عندك اتصال معاه وتهدر معاهم بالورقه وستيلو، انت ما عندكش ورقه وستيلو، انت محرمين عليك الورقه وستيلو. انت تعرف فرشيطان خدميت يتمك تمتم يتمتم حبه زيتون كروبات. كون عندك مع المدربين حنا نعطوك تمشي استقالينا، رانا نعاونو فيك. هذو اليامات توالى توا، كان على بالي بلي اليامات توالى والله ما غادي تزيد كاع. انا نقولها لك غير راك تدمر فيها وصاي، راك تكذب على الشعب، راك منا والناس كاين اللي امنك، كاين اللي امنك. هي نورمالمون يكون عندك
اتصال مع المدربين، خرجت عليه المدرب، انت كي تعيط للجوار هذاك يكون عندك اتصال مع المدرب، تعطي المدرب يعطيك شتا عنده، نقطة القوة نقطة الضعف تاعو، إذا كان مبليسي يتكلم مع الطبيب تاع الفريق يقول له لا مبليسي مشي، يعيط لك مشي راه مبليسي ما كان له، راك فاهمني؟ كاين صوالح بزاف واحد الأمور لي واحد ما بغاش يقولها لك، حنا رانا نقولوا لك عليها، بصح أنت ما تنجمش تديرها، لا ما تنجمش تديرها، أنت ما تطيقش تقابل طاوسي تقري طاوسي، تعطي أفكار للطاوسي، ما تنجمش تعطي أفكار نزاري، ما تنجمش تعطي أفكار العمراني، ما تنجمش تعطي أفكار للشريف الوزاني، خاطش هادو خير منك بلي ديبلوم، يعني في المديرية الفنية في النهد توفيق قريشي.